والمبادرة هذه اتصل بنا الدكتور داوية شوقي على انه يقدم خدمات في تحاليل وحنا في كوفيد يعني في جائحة كوفيد. الناس تكون ما تقدرش تعمل مساكن ديزرانيز، يعني المبالغ صعيبة، تروح تعاقب ديزرانيز ب 150 وتزيد تروح عندك ب 150، وهذا خير من الهدف تاعها ماهوش هو الوقاية والعلاج من جائحة كورونا. يعني لازم نعمل عمليات احساسية للناس اللي قاعدة تخاف، مسكين مريض وقاعد في الدار وقلت ما عندي سبورت ما نعقب. الأخ ضاوي قاعد يقدم في خدمات، تقدر تقول خدمات يعني مساعدة تأمينية خلاص خلاص، وإن شاء الله ربي يوفقه. وإحنا في الخدمة كمجلس لأي جمعية خيرية حابة تقدم خدمة أو عمل للمواطن. في إطار هذه المبادرة وفي إطار التسهيلات التي قام بها المجلس على رأسها رئيس البلدية مشكورا، قمنا بمبادرة أننا نديروا فحص بمبلغ رمزي للمواطنين للتقرب منهم وللوقوف على الحالة الصحية للمواطنين في بلدية البوني. الحمد لله يعني فيروس كورونا نحن في الخروج من الموجة، هذه الموجة الرابعة، سجلنا بعض الحالات قدر تقريبا في حدود 18% من المكشوف عنهم. هذه الحالات يعني هي قليلة بالمقارنة بالوضع الوبائي الذي عشناه في الأسابيع القليلة الفائتة، والحمد لله المواطنين تاع البوني أيضا تلقاو هذه مبادرة بسرور، ولقينا تجاوب مواطنين كثيرين. والله درت تيست جربت بنفسي، كان مواطنين قاعدين يستناو وكان نشوف فيهم شغل قاعدين يزيتيو باه يدخلوا. تيست سهل والحمد لله وخرج نيجاتيف، يعني ما سغلوكو بعطار فروحك على الاقل على قلبه ما تسبوش احنا في الوباء غيرنا. نتاكد ما كان حدش، ما كان حاجه سهله خفيفه، ونتمنى ان شاء الله الناس كل تروح تحسن روحها وتحسن اولادها وعائلاتها. حاجه سهله ما دام تقدر تروح دير التيست فاسيلمون وتم في دقيقه والمامبا هي روح قد نورمال. والله ونشكر الدكتور هذا اللي عمل الدكتور داوي.